في كلمة له بمطلع العام الميلادي الجديد، أكد الأب جمال خضر النائب البطريركي اللاتيني في الأردن أنه من خلال الكشافة تتم التربية الشمولية للشباب، وهي تربية دينية وروحية واجتماعية مبنية على القيم الإنسانية، ورابطهم بالأساس هو الأخوة بين الجميع. من الأمور المفرحة أن نرى مجموعات كشفية مختلفة في رعايانا وفي الأردن، والكشاف له أهمية خاصة في الكنيسة كجزء من الكنيسة. من خلال الكشاف تتم هذه التربية الشمولية، التربية الدينية والروحية، التربية الإنسانية، التربية الاجتماعية، عندما يختلط أعضاء الكشاف بعضهم مع بعض ويتعاونون فيما بينهم، ولكن هنالك تربية أيضا على القيم الإنسانية، القيم الروحية، القيم المسيحية، في الأخوة ما بين الجميع، في المساواة ما بين الجميع، في الوقوف مع كل محتاج، في عملية التطوع أيضا لخدمة المجتمع المحلي، في الانتماء إلى الوطن. ونرى دائما فخر المجموعات الكشفية عندما تحمل علم الوطن على مقدمة المجموعات. هذا الالتزام للأطفال، هذه التربية، هذا الاعتماد على النفس، البحث عن حل للمشاكل. فالتربية في الكشاف، وهي التي نؤمن بها في الكنيسة والتي ندعمها في الكنيسة، هي تربية شمولية، نفسية، اجتماعية، وطنية، وخاصة تربية روحية دينية منفتحة على الجميع، على جميع الكنائس وعلى جميع المواطنين وعلى جميع أتباع الديانات الأخرى، لأن الهدف من الكشاف هو هذه الخدمة المشتركة للوطن والانتماء إليه. والكشاف أجيال بعد أجيال، وكل جيل هو يربي الجيل الذي بعده على هذا الالتزام، على هذا الانضباط، وعلى هذه المحبة للكنيسة، للمجتمع، لله وللوطن أيضاً.